أعلنت منظمة الطوارئ السورية في واشنطن عبر بيان إيصال المساعدات إلى مخيم الركبان للنازحين على الحدود السورية الأردنية العراقية بعد 8 سنوات من الحصار المفروض عليه من قبل قوات الحكومة السورية وروسيا. أوضح البيان أن إيصال المساعدات يأتي كجزء من عملية الواحة السورية لوضع حد لحصار مؤلم دام 8 سنوات فرضته قوات الحكومة وروسيا على نحو 8000 شخص من النازحين المدنيين في المخيم الحدودي، معتبرا أنها نقطة تحول مهمة بعد فشل المجتمع الدولي في الاستجابة للنداءات المتكررة بشأن إيصال المساعدات وفك الحصار. في سبب قلة الحليب والجوع. بعد 8 سنوات من الحصار الخانق على مخيم الركبان للنازحين السوريين من قبل قوات الحكومة وروسيا، وصلت أول دفعة من المساعدات الإنسانية للمخيم المنسي. منظمة الطوارئ السورية ومقرها واشنطن أكدت في بيان وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى المخيم، مشيرة إلى أن المساعدات تتضمن البذور وأدوات الري التي ستمكن السكان من زراعة غذائهم، بالإضافة إلى اللوازم المدرسية لأكثر من 1000 طفل داخل المخيم ممن حرموا من أي تعليم. وبحسب المنظمة إنه من المقرر تسليم مواد غذائية وحليب الأطفال وفيتامينات ما قبل الولادة، بالإضافة لكتب مدرسية خلال الأسابيع المقبلة. البيان أوضح أن إيصال المساعدات يأتي كجزء من عملية الواحة السورية لوضع حد لحصار مؤلم دام 8 سنوات فرضته قوات الحكومة وروسيا على نحو 8000 شخص من النازحين المدنيين في المخيم الحدودي، معتبرة أنها نقطة تحول مهمة بعد فشل المجتمع الدولي في الاستجابة للنداءات المتكررة بشأن إيصال المساعدات وفك الحصار. وأشار البيان إلى أن المساعدات سيتم نقلها إلى المخيم عن طريق الطائرات العسكرية الأمريكية المتجهة إلى قاعدة التنف، حيث ستعتمد عملية النقل على وجود مساحة فارغة من الطائرات. ويضم مخيم الركبان الذي يقع في منطقة 55 كيلومتر على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي الآلاف من النازحين السوريين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة الحصار المفروض من قبل قوات الحكومة وروسيا. من مخيم الركبان أرحب بعماد غالي، صحفي في شبكة حصار. أهلا بك أستاذ عماد معنا في برنامج حديث اليوم. أستاذ عماد، قبل فترة كنا نتحدث عن الوضع الصعب الذي يعيشه اليوم سكان مخيم الركبان، اليوم بعد إيصال المساعدات كيف هي الأجواء بين سكان المخيم؟ يعني اليوم هل هناك في تفاؤل للوضع بالمخيم؟ نفس الوقت ما هي تفاصيل إيصال المساعدات؟ اهلا وسهلا بك الكريمه ابو الاخوه المشاهدين. طبعا وقع المساعدات التي دخلت الى مخيم الركبان او التي وصلت من خلال منظمه الطوارئ السوريه للطوارئ واقعها جيد داخل المخيم بسبب كسر هذا الحصار المستمر منذ اب عام 2019 على مخيم الركبان من قبل قوات النظام والمحتل الروسي. طبعا تفاؤل كبير جدا لدى اهالي مخيم الركبان كما أسلفت بسبب كسر الحصار. دخلت مساعدات زراعية إلى داخل القوات الأمريكية أو عبر طيران القوات الأمريكية في قاعدة التنف العسكرية، قام باستلامها الموظفين لدى المنظمة منظمة السورية للطوارئ داخل المخيم، وسيقوم بتوزيعها على المزارعين داخل المخيم ومواد زراعية أخرى أيضا للمزارعين داخل المخيم. طبعا وقع المساعدات تفاؤل كبير لقيناها من قبل الموظفين المنظمة بأنهم سيقومون بإدخال المساعدات إنسانية إغاثية وصحية خلال سيد عماد. نعم. انقطع الصوت أو كان في تقطيع بالصوت بموضوع المساعدات الإنسانية. هل في يعني مرة أخرى أو جولة أخرى من تقديم المساعدات؟ تمام.
أنا كرت أنه من قبل موظفين منظمة سوريا للطوارئ إدخال مساعدات خلال أسبوع ونصف في الأيام القادمة. سيقومون بإدخال مساعدات إغاثية وصحية إلى داخل المخيم أيضا عبر الطيران الأمريكي في قاعدة نفل العرب. طيب اليوم يوصف إدخال المساعدات إلى مخيم الركبان بعد 8 سنوات من حصار صعب جدا على هذا المخيم، مع الوضع الإنساني الصعب جدا في هذا المخيم، على أنه كسر الحصار، إدخال المساعدات كسر الحصار. ماذا يعني اليوم إدخال المساعدات إلى مخيم الركبان؟ هل بإمكاننا القول بأنه وضع حدا للحصار؟ طبعا اليوم نحن بعد خطاب كبير جدا وجهناه الى المنظمات الانسانيه في العالم والامم المتحده، وكانت الحجه الكبيره لدى تلك المنظمات انه لا يوجد طريق لادخال المساعدات الى داخل المخيم. اليوم نستطيع ان نقول لهم يوجد طريق لادخال المساعدات، لا توجد حجج يستطيعون ان يعتمدوا عليها بعدم ادخالهم للمساعدات الانسانيه الى داخل المخيم. اليوم تستطيع اي منظمه مرخصه في امريكا من ادخال المساعدات الإنسانية بحسب بيان طبعا المنظمة السورية للطوارئ أنهم تستطيع أي منظمة تستطيع أن نقول أن مخيم ركبان فك الحصار عنه في حال دخلت هذه المساعدات أو قامت تلك المنظمات بإدخال المساعدات الإنسانية. اليوم الواقع داخل مخيم ركبان أن تستطيع المنظمات اليوم الدخول إلى داخل المخيم، ولكن يعتمد ذلك اليوم على دخول المنظمات الإنسانية. المجتمع الدولي خطوة لاستمرارية الحياة في هذه المنطقة المحاصرة سابقا طبعا. طيب هل نتوقع أن تشكل هذه الخطوة اليوم من قبل منظمة الطوارئ السورية مشجعة لباقي المنظمات على إرسال المساعدات مخيم الركبان؟ طبعا أنا كما أسلفت سابقا نحن تواصلنا مع العديد من المنظمات الإنسانية في جميع دول العالم، كانت أستاذ عماد. طيب على ما يبدو انقطع الاتصال، سنحاول معه أستاذ عماد. طيب سنحاول معاودة الاتصال. نعم انقطع الاتصال، كنا نتحدث يعني شوي الصوت مقطع فالمعلومات ما عم تصل تمام. كنا نتحدث هل من الممكن أن تشكل هذه الخطوة بإدخال المساعدات إلى مخيم الركبان بعد حصار دام ل8 سنوات، هل من الممكن أن تشجع منظمات أخرى إنسانية على إدخال مساعدات إلى المخيم بذات الطريقة؟ تماما أنا ذكرت سابقا أن المنظمات الإنسانية اليوم كانت حجتها سابقا أنهم لا يستطيعون الدخول إلى داخل مخيم الركبان، لا يوجد طريق لإدخال مساعداتهم إلى داخل مخيم الركبان. اليوم نستطيع أن نقول لهم بحسب كلام منظمة السورية للطوارئ أنكم تستطيعون إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل مخيم الركبان عبر نقلها بالطيران الأمريكية في قاعدة النفل العسكرية وإدخالها إلى داخل مخيم الركبان وتسليمها للمحاصرين في مخيم الركبان. هل نتوقع ردة فعل معينة مثلا من قبل قوات الحكومة السورية أو روسيا؟ يعني هذا إدخال المساعدات يمكن شكل تحدي أيضا لقوات الحكومة السورية وروسيا. طبعا هذه قراءة سياسية بعيدة كل البعد عن الواقع في المخيم. السياسة الأمريكية اليوم تتجه في الاتجاه الصحيح بما يتناسب مع متطلبات الشعب السوري. اليوم السياسة الأمريكية تتوجه بالطريق الصحيح، ليس كما كانت سابقا. اليوم الأمريكان يقومون بنجدة صراحة الشعب السوري، ونتمنى أن يستمروا على هذا الطريق. السياسيين الأمريكيين يجب عليهم أن يجرموا الأسد وأن يقوم بانتزاعه من السلطة، لأن مثل هذا النظام يجب أن ينتهي. نظام قاتل متوحش يحاصر المدنيين، يقتل المدنيين في الكيماوي سابقا ويحاصر المدن والقرى. طيب ما هي أكثر احتياجاتكم سيد؟ طبعا الاحتياجات الضرورية هي الاحتياجات الإغاثية من المواد الإغاثية والغذائية، أيضا المواد الصحية والأطباء بالدرجة الأولى. إدخال الأطباء هو أمر ضروري جدا إلى داخل مخيم ركبان، وإدخال الأدوية إلى داخل مخيم ركبان، وإنشاء غرف عمليات جراحية داخل مخيم ركبان هو أمر ضروري لقاطني هذا المخيم. أيضا بدعم التعليم داخل مخيم ركبان ودعم
مجالات أخرى داخل مخيم ركبان، وإيجاد فرص عمل لقاطني مخيم ركبان هو أيضا أولوية لقاطني مخيم ركبان. أشكرك جزيل الشكر على كل التفاصيل التي تفضلت بها معنا من مخيم الركبان عماد غالي، صحفي في شبكة حصار. شكرا جزيلا لك من جديد. مشاهدينا، إلى في نهاية هذا المحور وصلنا لنهاية الحلقة. أشكركم على طيب وحسن المتابعة، وإلى اللقاء.